لا ان شاء الله. طيب احنا هنروح للسؤال رقم 7 لفريق مصطفى كامل. يعرف الحزب السياسي بأنه مجموعة من الأفراد تحمل نفس الأفكار والتوجهات لتحقيق أهداف محددة. يمكن القول أن كل الأحزاب السياسية المصرية عند نشأتها اتفقت في أهدافها، لكن كان لكل منها أسلوبه في تحقيق هذا الهدف. ويمكننا القول بأن الهدف المشترك لكل الأحزاب السياسية في مصر مطلع القرن العشرين ميلادية تمثل في: واحد، التمسك بوجود فكرة الجامعة الإسلامية. 2، تخليص مصر من أثار معركة التل الكبير. 3، إحياء فكرة الرابطة العربية والمجال الحيوي. 4، الخروج من تداعيات الأزمة المالية بمصر. خلي بالكم السؤال ده صعب، صعب جدا. يعني هم اتفقوا على ايه؟ هم اختلفوا في حاجات، لو احزاب يساريه واحزاب، يعني كان في لكن مختلفين طبعا في حاجات، لان كل واحد عنده افكار وتوجهات واهداف مختلفه. لكن هم كلهم اتفقوا على ايه؟ حاجه واحده بس اتفقوا عليها. اللي هو الخروج من تداعيات الأزمة المالية بمصر. احنا ممكن نقول إجابة؟ اتفضلي. احنا قلنا إن هي ألف. ألف ليه؟ علشان هم أصلاً يعني كان كل الأحزاب لحد ثورة 19 اللي هم متمسكين بفكرة الجامعة الإسلامية وإن ال بس كان في أحزاب تانية يعني عندها أحزاب اليسارية ما كانتش متمسكة بالفكرة دي مثلاً. صح؟ أكيد إن كل الأحزاب السياسية في مصر مع بداية القرن العشرين كانت متفقة على هدف وطني واحد، وكان الهدف الوطني هو تخليص مصر من آثار معركة التل الكبير. ده الهدف الوطني اللي اتفقت عليه كل الأحزاب. فدي الإجابة الصحيحة. كده إحنا لسه عند 5-2، وبقى عندكم فرصة. فريق سعد زغلول، موقف ثورة يوليو 52 تجاه السودان بعد خروج بريطانيا منه عام 1954 يثبت دعم قادة الثورة ليه؟ مشروع محمد علي الاستقلالي، حق كل شعب في تقرير مصيره، إلغاء الاتفاقية الثنائية 1899، إلغاء معاهدة الصداقة والتحالف. سؤال سهل. به ليه؟ ايه؟ حق كل شعب في تقرير المصير. بروف 5-3. الحمد لله. الحمد لله. طيب هنروح لسؤال لفريق مصطفى كامل. عندكم فرصة إما إثبات التفوق أو تديهم فرصة إن هم يعملوا ريمونتادا.